جيل لك يا علي، يمكن البطوله دي كانت مهمه واستعدت لهم الفتره، يعني يمكن والبطوله دي ساعات تتعمل وساعات ما تتعملش، يعني مش كل سنه بيعملها الاتحاد. كلمني، استعدتوا البطوله ازاي دي قبل ما تلعبوها خالص؟ واحنا طبعا يعني هي البطوله احنا كنا كاسبينها 3 سنين على التوالي ورا بعض، وكان حصل دروب السنه الموسم اللي فات، ما ربنا ما وفقناش فيها وخدنا مين مركز اللي كسبها ثالث، بقى؟ هليوبلس. هليوبلس. واحنا يعني خسرنا منهم في السيمي فاينل ولعبنا على ثالث، ويعني خدنا ثالث. فكان السنة طبعا فاتت اللعبة 2002 صح؟ ولا أنتوا برضو 2003؟ لا 2003 كانت لعبنا هم كل الفترة سنة قبلها. 2003. برافو، صح كده مظبوط. بس فكان طبعا محتاجين ان احنا نعمل اعداد يعني كويس مكثف جدا جدا عشان طبعا. نرجع للتوب التوب تاني. فورم تمام. بس والحمد لله طبعا يعني الجهاز الفني كان شغال معانا يعني جامد جدا الفترة اللي فاتت دي، وكنا طيب كان في تمارين الصبح وبالليل انتوا وكنا اتمرنتوا مع الفريق الاول ولعبتوا، انتوا اللي قاعدين معايا في الاستوديو واللي معاكم اغلب الفريق 2003 كانوا مع الفريق الاول بالظبط. وساهمتوا في حصول كاس مصر. جينا انتوا المدير الفني معاكم مين؟ كابتن وليد عزت وكابتن وليد وصف. بالظبط، كابتن وليد عزت وكابتن وصفي تمام، دول المسؤولين عنكم انتوا كفني. خلصتوا مع الفريق الاول، هل اتمرنتوا لوحديكم 2003 ولا كملتوا مع الدرجه الاولى؟ اتمرنا مع 2000، كان في الدوري كمان اتمرنتوا مع بتاع 2000 2000 ده اكبر منكم. اكبر مننا برضو، كان في الدوري برضو الحمد لله كسبناه. احنا بادئين فرقة عدد من بدري قوي، من بدري من بالظبط. الفيرست تيم. لعبنا كاس مصر برضو، بعد كده نزلنا على 2000، بعد كده دلوقتي 2003 حلو. والحمد لله خدناه. وفي الدوري بقى بتاع عمومي انت بنكمل ان عارف شاء الله. يمكن اللي قواكم اكتر اللي انتوا اتمرنتوا الاعداد اللي فات مع الاكبر منكم، بالظبط يعني احنا فلما لعبتوا مع سنكم بقى الموضوع عادي. طب بالظبط. خلينا كريم اكلمك عن البطوله، يمكن كانت ماشيه ازاي يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين لعبتوا ايه الاول وبعد كده فين وبعد كده فين، يعني مشيل البطوله كده ماتش ماتش. هو زي ما علي قال ان احنا كنا يعني السنه اللي فاتت ربنا ما كتب لناش المكسب، فاحنا كنا من السنه اللي فاتت واحنا بنفكر كل يوم في البطوله دي ان احنا لا لازم ناخدها. نرجع تاني، لان احنا كنا زي ما كان قال ان احنا بقى لنا 3 سنين بناخدها. فبدانا الحمد لله بدايه قويه، يعني احنا الدور الاول نزلنا كسبنا كل الفرق سكورات، يعني حتى المنافسين بتوعنا مين هليوبلس والشمس هليوبلس كانوا في هم المجموعه كان معاكم؟ صاحبي لا باصلنا هو دوري من دورين كل يعني البطوله الفرق. كانت رايح جاي، دورتين مجمعتين يعتبروا مثلا، او بتلعب رايح مش دورتين مجمعتين، يعني بتلعب دورين وبعد كده بياخدوا الاول صح؟ بالظبط نقط. مين بقى اللي كان معاكم بيلعب معاكم؟ لا هو كلنا بنلعب بعض، مش متقسمه كنا مجموعتين. خمس ست انا فرق فاهم. مين بالظبط بقى الفرق اللي هليوبلس وشمس هليوبلس؟ هم اللي بينافسونا، يعني اهلي، هليوبلس، شمس، معادي، جزيره، معادي، جزيره، والصيد. والصيد، يعني 6 فرق لعبتوا 10 ماتشات بالظبط صح كده؟ طيب ال10 كسبناهم ولا لم نوفق في ماتش من الماتشات؟ الدور الثاني انا كنت لسه بقول لحضرتك ان احنا بدانا بدايه قويه، كسبنا الخمسه الاولانيين يعني حتى اقرب المنافسين لينا هليوبلس شمس الاثنين كسبناهم فرق 4 كتير. فلما الدور الثاني برضه الحمد لله كسبنا كل يعني كل الماتشات ما عدا برضه الماتشين دول، كنا احنا في اخر البطوله خلاص يعني شبه حسمنا الدوري. ما فيش مشكله، المهم في التوتال انت خدت البطوله، هو ده اللي يهم، يعني هو مش بالقطع. هي انتوا في الدور الثاني بقى خسرتوا من هليوبلس، خسرنا احنا كسبناهم الدور الاول عندنا فرق 4 لما لعبناهم هناك، خسرنا منهم فرق جونين وتعادلنا مع الشمس بس. فبالنقط احنا التوتال ابطال الدوري يعني، وحتى فعلا. لو كان لا قدر الله مثلا تعادلنا في النقط برضه فرق مواجهات مباشره احنا كسبانينهم فرق اكتر. طب مين التاني اللي بعدوك خد هليوبلس؟ هليوبلس الشمس التالت صح؟ عشان هي يمكن هليوبلس كسبتكم انما الشمس اتعادلت معاكم، يعني فوز يعني مجمل بينكم انتوا التلاته كده، الاهلي، هليوبلس، الشمس. والمواجهات ما بينهم بقى يعني هم الشمس كسبت هليوبلس دور اول، هليوبلس كسبت دور تاني فرق اكتر يعني الشمس كده. وقعت ماتش مع الجزيره تعادلوا فده عطلها. بالظبط. طيب اصعب ماتش يعني في ال10 اللي احنا لعبناهم اصعب ماتش وكان حماسي وعصبي، بتهيألي هو الدور الاول، بتهيألي هما ماتشات، بتهيألي انا عارف اصعب ماتش والاكتر ماتش انتوا حسيتوا ان هو كان هو ده عنق الزجاجه. يعني يمكن ماتش الشمس الدور الاول، لان احنا كنا داخلين حاطين عيننا هليوبلس يعني هم اصحاب البطوله، لكن الشمس كانت كويسه الجيل ده. مستعده وهو الجيل ده هو اللي بيلعب عمومي، وكانوا فازوا مركز ثالث في الكاس فكويسين فنازلين لا لازم عاملين لهم حساب، لكن الحمد لله قدرنا نكسب فرق يعني. طب الهليوبلس والشمس عملوا ايه في الدور الاول؟ الشمس كسبت هليوبلس على ارضها. فعشان كده انتوا ماتشكم مع الشمس كان هو يعتبر في الدور الاول، بالظبط. انا بستحضر الموقف اللي انتوا كنتوا فيه في ماتش الشمس، كان هو اللي حد بين المتصدر. برافو عليك صح، فعشان كده ده ياكد كلام علي انه انتوا فعلا ماتش الشمس بتاع الدور الاول لو انت كسبته اللي وانت كنت، طب انت كنت لاعب هليوبلس قبل الشمس وكنت كسبها. بالظبط. انا فهمت ليه كان الماتش ده انت خلاص كسبت هليوبلس والشمس كسب
هليوبلس، فانت داخل على الشمس، مين اللي هيبقى الاول؟ هو ده الماتش اللي خلانا نخش الدور الثاني مرتاحين. مرتاحين لا ده انتوا مرتاحين قوي بالظبط. ان هو ده يعني هو زي ما بقول لحضرتك، البدايه يعني القويه هي اللي خلتنا في الاخر يعني الحسابات صعبه ان احنا ان شاء الله يعني الدوري يضع من ايدينا. طيب هنقول ماتش الشمس الاولاني خلص قد ايه؟ 12-8 فرق 4. وبرضو انتوا ما خسرتوش منهم في الدور الثاني، انتوا تعادلتوا. فده يدل ان انت ماتش هليوبلس اللي انت خسرته الدور الثاني ده ممكن يكون بدلك بالظبط. هو مش يعني هو الفكره ان احنا كنا نازلين، احنا كنا كسبنا الماتش ده كان خلاص احنا الدوري ليدنج في الاول، فكنا نازلين طبعا هليوبلس بنلعبهم في على ارضهم، فنازلين واخدين حماس بزياده واللي هو لا احنا هنخلص البطوله النهارده، فده جايب اثر رجعي اثر عكسي بالظبط شديته بزياده. بس احنا كنا ليدنج برضو في الاول يعني احنا اصلا كنا لحد الكوره الثاني 4-1 لينا. فالظاهر يعني خلاص بقى الناس هديت شويه اللي خلاص بقى الدوري الدوري بتاعنا يعني هو ليه ظروف خاصه، انتوا داخلين اوفر يعني بريشرايزد على الماتشات العاديه عشان تخلصوا، وفي نفس الوقت راح جاي تقدمته فحصل ريلاكس يعني ضربت في خلاط حلو كده اثناء الماتش يعني. فطبعا ده كان بس ده اللي ويكو الحقيقه تبان مع الشمس لان هي في اقوى فريق يعتبر في اللي هم يعني اقوى فرقه كانوا اجهز كانوا دايما المنافسه بين احنا هو هليوبلس والشمس.